ارحم خالو يسلم عليك. امال بيتك اللي عملته ده؟ ايه ده؟ مين عمل كده بعربيه استاذ حسين رئيس التحرير؟ مين الحيوان اللي عمل كده خبط عربيه استاذ حسين؟ هما في حيوان غيرك؟ الله يخرب بيتك. ايه بس؟ ايه السعد يا صهد؟ الله يخرب بيتك وبيت خالك اللي بناني بيه. صوت ايه؟ ايوه صهد. صوت ايه؟ قدامك. تعالى يا صهد عليا عفاريت. قدامك. تعالى هنا. ازاي يا عرق العطا تنسى تنزل بردك اليوم في الصحيفة اللي صدرت امبارح؟ يا حد انا ما اسمحلكش، ما نزلتش. انا كنت قاصد. قاصد؟ وكلام بتقولي قاصد؟ اهدى اهدى يا اصل انت ما تعرفش ايه اللي حصل امبارح. ايه اللي حصل امبارح؟ لا مش هينفع اقول لك. ازاي؟ تبقى فين يا بنت عسلان يا اخويا؟ اسمع بقى. اقول لك عشان خاطر عارف في سرطان وصحافه صفرا كده ممكن ينقلوا كلام. انت هتتكلم؟ بامر الله. عشان خاطر زحل. اشمعنى؟ انت هتشيلي اكل يا فندم. زحل اعترف مصر عطارد وعطارد كان بينه وبين الصوره قرب مشاعر واحاسيس كانوا خلاص هينتجوا حاجات صغيره بس للأسف زحل لما دخل بوظ العلاقة. ده تاني وقل تعالى. اسمع يا جدع انت، انا لولا ان خالك صاحبي وصديق عمري انا كنت زماني لفتك من زمان. ان ما تعادلتش وعادلت الابراج الابراج المسخرة اللي انت كاتبها انا لا هنقع عليك ولا هنقع على خالك. انت فاهم؟ عمو بلبل كوباية اللبن. وده جواب رقم كام بقى؟ 150. وبرضه ما بعتش اسمه ولا عنوانه. مش مهم. على قد ما انا كنت مستغربة ان لسه في حد بيبعت جوابات في الزمن اللي احنا فيه ده، لكن واضح انه فعلا بيحب. اصراره بيقول كده. انسان غريب قوي. كلامه زي ما يكون طفل صغير، في نوع من البراءة. ساعات بحس إني أعرفه من زمان، إني سامع صوته، شايفة نظراته ليا، لدرجة إنه بقى جزء مهم أوي من حياتي. ما تزعلش بقى خلاص. على فكره المدير عايزك ضروري، قال لي هاته حالا دلوقتي. خلاص يا عم بول بنروح له لما اخلص ابقى اروح له. طب افرض واحد صحفي دخل عشان ينطي المؤتمر هيعملوا فيه ايه؟ يضربوه ليه بقى؟ احنا ايه؟ في غابة؟ لا ايه اللي لا؟ تعال. لا مش عايز. بقول لك تعال. لا بقول لك تعال. شد يا اخي. اقعد. طيب انا هكلمك بعدين. ماشي. سلام. سعيد. لا انا مش قابل اي صلح خالص ولا اي حاجه، وهقول لخاله على اللي انت قلته عليه، هتربقع على دماغه يا ولد. عايزين نفتح صفحه جديده. ماشي. ايوه كده. انا فكرت كتير. وتيقنت انك انت عندك حق. ولد عبقري زيك يلزم مكان نظيف، مكان ممتاز عشان يفجر فيه مواهبه الصحفيه. ايه رايك في قسم الحوادث؟ مش ده اللي الناس بتاكل بعض فيه؟ تاكل بعض فيه ايه؟ دي اشاعات. انت بتصدق؟ انت بتصدق الاشاعات المغرضه دي؟ يا عبيط، انا عايز مصلحتك. الصحفي الناجح، الصحفي الشاطر، الصحفي الدؤوب لازم يشتغل في جميع اقسام الجريده وما يقولش لا. قلت ايه؟ لا لما تلوعك. انا عايزك تاخد فرصه انك انت تضرب اكبر قنبله في حياتك الصحفيه. السفير الصيني
هيعقد مؤتمر على اعلى مستوى. ايوه انا عايزك تروح بقى وتغطيني هذا المؤتمر بمنتهى الكفاءه، تثبتني انك من اكفى ومن اجدع الصحفيين اللي عندي هنا في الجريده. تمام يا فندم. بطريقه سريه، بس دي طريقه بتوجع قوي. اه برضه يا راجل لازم تقول لي غريب من الاول. بس هو ايه هو ايه؟ وبعدين انا قلت لك 100